من خلال المتابعات الميدانية لمشاريع التطوير الريفي واستنادا إلى توجيهات السيد المحافظ نجم الجبوري هذا اليوم في قرية طهراوة التابعة لناحية برطلة لمتابعة تنفيذ مشروع تبليط الطريق الخاص بقرية طهراوة التابعة لناحية برطلة. هذا العمل يتضمن الفرش بطبقة من الستابلايزر بسمك 10 سنتيم وجزء من الطريق بطبقة من البايندر، كذلك يشمل على تنفيذ قناطر صندوقية أحادية كونكريت، ووصلت نسبة الإنجاز في هذا المشروع إلى 90%. باقي عندنا فرش الأكتاف وسينجز العمل بالكامل. تقوم شركتنا شركة الأمانة العالمية للمقاولات العامة المحدودة بالتعاون مع قسم التطوير الريفي التابع لمحافظة نينوى وبرئاسة السيد نجم الجبوري، وقمنا بتنفيذ مشروع تبليط شارع مسافة كيلو متر يشمل طريق التسوية الترابية والتيكلة وصب القناطر الصندوقية الأحادية وتبليط الاستبلايزر بالتعاون مع شركة العزاوي لإنتاج الأسفلت، ووصلت نسبة المشروع إلى حوالي 90%. المتبقي من المشروع فرش الأكتاف، ويتم إنجاز المشروع بالوقت المحدد إن شاء الله. تم مباشرة بالعمل طريق طهراوة التابع ناحية برطلة ضمن دعم استقرار 2021، وتم إنجاز العمل وفق المواصفات الهندسية المطلوبة. خطة العمل الموجودة فيها قنطرة صندوقية أحادية وكذلك فرش مساحة كيلو من طبقة ستابلايزر، وتم إنجاز عمل بصورة جيدة جدا ضمن شركة الأمانة العالمية والشركة المنفذة للستابلايزر شركة العزاوي، والحمد لله نسبة إنجاز فيها 90%. هذا عانينا معانينا من الشارع، يعني طبعا أطفال ما كانوا يقدرون يروحون على المدارس، وهذا الحمد لله سعجتنا التبليط وجتنا هذا خدمات. نشكر احنا محافظة نينوى، مجلس محافظة نينوى ناحية برطلة، يعني نشكرهم جزيل الشكر. يعني التطوير الريفي البلدية مال الموصل، البلدية مال برطلة، يعني ساهموا بهذه السمو، انقذونا طبعا، انقذونا من طين من ماي من هذا، يعني الشارع ما كان يمشي، جابوا لنا التبليط، احنا نشكرهم جزيل الشكر.